سارة شو عم تعملي هون؟ الوقت كتير مأخر. أنا متضايقة يا غادة، متضايقة ومش عايزة أروح، مش عايزة أنام وأنا متضايقة. أوف، ليه؟ أنا متأكدة إن في حاجة بينها وبين فاروق. لو مفيش حاجة بتحصل دلوقتي هي وعداه بحاجة. تقدري تقولي لي إيه اللي هيخليه يحجز لها الرويال سويت للست هانم؟ معقول؟ روبي مجوز جديد، قتلت حالها حتى تاخد تامر. آه، بس فاروق معاه فلوس اكتر من تامر بكتير، وانتي اكتر واحده عارفه روبي عامله ازاي، وانتي اللي حكيتيلي. مش معقول تكون روبي بشعه ومصلحجيه لهالدرجه. مش معقول. تقدري تقولي لي ايه اللي هيخليها لو هي فعلا نازله من بيتها معهاش فلوس ومكتئبه، ايه اللي هيخليها توافق ان هي تنقل السويت بتاعها للرويال سويت؟ معك حق ساره، تامر هالمسكين اجى لهون حكي معه وفل منهار وزعلان. مش عم بقدر صدق شو هالانسانه، شو هالمخلوقة هيدي؟ أنا ما ينفعش أخلي روبي تخسرني فاروق، ما ينفعش أسيبه يا غادة، ما ينفعش. أنت هالقد بتحبيه؟ مش فكرة حب بس، أنا وفاروق عايشين مع بعض، عايشين مع بعض زي المتجوزين. أنا مش هقدر أسيبه، مش هقدر أسيبه ولا معنوياً ولا مادياً ولا حتى اجتماعياً. كل الناس فاكرين إن إحنا متجوزين، حتى أهلي، أهلي فاكرين إن أنا وفاروق متجوزين. أنت ليه مكذبة عليهم؟ ما كانش ينفع أقول لأهلي إن أنا عايشة هنا في شرم الشيخ لوحدي من غير ما أبقى متجوزة. أنا من عيلة فقيرة على قد حالها، عندنا عاداتنا وتقاليدنا. بس أنا مش هخلي روبي تخسرني كل ده. أنا ما عم بفهم.